اسمعوا ممكن ان نسجل شاره في هذه الشيخه فارس السيد موفي بس انا الاصوات حلوه لكن انا اكتفي من دون قصور فيكم جميعا في قصيده عفان فيني امس على الستيج بس سوى قبل شوي طال عمرك الشاعر عفان ابو سويد قال ابشروا بقصيده انا اقول ابو سويد انا اذكرك العلوم اللي اكبر من ذي انت حزامي وانت مطلق وكفو بيض الله وجهك وانا اقول انا اكتفي ولا اشغل شاره ولا شيء قصيده ابو سويد امس تعني لي الشيء الكثير بيض الله وجهك وصح لسانك والله انك وافي يا ابو سويد بدينا بهذه الدخوليه البسيطه وانا ترى واحد منكم ما عد نفسي اعلى منكم ولا اقل منكم واطلق منا قلتها قبل انت حاول انك تسكت لا عبد العزيز طقه مال الاخه ولا ده على خلاص والله شوف ترى ما استبعدك جمله منصور مع صرافه وابو تاج كوفو اي هذا احنا الشيء كوفو يرمي كوفو محمد مناحي رجل بمعنى تعنيه الكلمه مفادي دون النسخه يحارب هذا الرجل محارب خالد الروقي القلب الابيض مثل كابا من هو منصور شفت نواف منصور ترى يمكن اطلع واحد منكم حجيب مكان والله انك وافي والله اني داخل ابو منصور احنا في الطقطقه الان الله وافي هذا مصيبة التقالب خالد الروقي القلب الابيض الروح الطيبه تذب عليه 7000 ذبه يضحك منك نواف منصور الصوت الشجي الوجه الخلوق المبتسم بيض الله وجيكم احد عنده زياده تبي تمون قرارات زياده ما بعد كلامك انا في شيء بس سؤال عندي سؤال في شيء بس بمنصور بعد في شيء ضايقني يعني في الجلسات وضايق كل واحد منكم بس ممكن جهل من بعض الشباب ممكن يعني واحد اذا جلس الجلسه تكون مرتبه مو مرتبه حرف يو لا خذوا دائره عادي بس قرطاس قروره حاول تحت الكنب صوتك ترى هنا شوف صوتك هنا قرطاس قاروره اي شيء تحت الكنب عاد عشان قدام الكنب تطلع منظر زي الحذيان لا جيت وانتم كرامه احذفها كذا برجلك وين شوف نفسك يا شوف 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 انت الحين جاي الجلسه صح؟ كل بحذيان كذا من وجه المجلس خلاص وارقد يا سلام على الشيخ يا سلام نواف الاكلبي